السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال، بصحه جيده هذا النهار هذا خوتي. كما كتشوفوا كنجمع في حويجاتي، ان شاء الله غادي نمشي للمغرب. يا ربي ديني على خير وتجيبني على خير يا ربي. بطبيعه الحال كما كتشوفوا قلت ضروري نشارك مع خوتي هذا الفلوغ هذا ديال السفر ديالي. ان شاء الله شوفوا كما كتشوفوا شريت التسنديله، عارفين ما بغيتش نلبس برديله في الطريق والجو سخون داكشي، زيت التسويه كذا ابيض، لبست واحد الكسيوه بيضاء. هنايا وجدت لوليدي حويجاته ان شاء الله باش كنفيقهم، انا كنوجدها الاولى وجدت راسي انا الاولى، عاد وجدتهم هما. المهم هو هيتوم واسلام. صافي اخوتي وجدت حويجاتي، غنمشي ان شاء الله باذن الله. انتم اخوتي قريبه المطار، شاك سمعكم الاجواء ديال المطار واجواء ديال السفر، واللي مسافر الله يديه على خير، واللي ما مشاش هذا العام حتى العام الجاي، واللي جاي الله يجيبو على خير. اخوتي راكم عارفين شحال هادي ما سجلت معكم شي فيديو، ديما كنتعطل عليكم، ديما كتقولي ما كتعطليش ما كاختي اسماء كتعطل علينا، ولكن عرفتي شنو نقول لكم، راه واحد الفيديو هذا شحال وانا كرمه لكم، والله باقي حتى مكتبي تلاح مسحته وعاودته. شنو نقول لكم، واش من الكونيكسيون، واش ما عرفتش شنو وقع لي في التليفون، لا ما عرفت. المهم اخوتي هنايا شوفوا الاجواء ديال المطار، كاينين ناس مسافرين. صافي انتم كما كتشوفوا غادي مسافر ان شاء الله باذن الله، انا غير انا وليداتي، راجلي ما مشاش مسكين خدام، الله يعاونو يا ربي. صافي الحمد لله تسهلوا معايا في المطار، تسهلوا معايا واحد التسهيلات غزاله ما شاء الله، مطار غزال صراحه. المهم هنا كيف ما كتشوفوا اخوتي كنت نصور لكم شويه داخل المطار، مشيت نجرب لي بارفان، بقيت كنتريح، قلت لوليدي اجي نتريح وليدي. صافي عندهم لي بارفان واعرين صراحه، فنين فنين كحمقوا، عندهم برادا، عندهم بزاف ما كتشوفوا. ما خلانيش الولد الاخر نصور لكم مزيان، داكشي علاش بقى راكم عارفين كيكونوا الدراري صغار تقدري لا تصوري لا والو. قلت لوليدي شتلي التليفون وليدي نجرب الروايح، انك حمقوني لي بارفان، حمقوني صراحه كيعجبوني، ماشي ضروري يكونوا غاليين، المهم يكونوا غير ريحتهم زوينه وصافي. لا مارك شي حاجه، ولكن ماشي اللي ما عندوش راه ما غاديش تريح صراحه. يلا كنشري واحد دوتشي كابانا، داكشي علاش كتجيب عليا راجلي مسكين الله يخليه ليا، داكشي علاش ما بغيتش ناخد عاوتاني شي ريحه من المطار صراحه. انه لويح في المطار راه رخاص، دايرين لهم شي اثمنه مناسبه، كينقصوا في الثمن بعض المرات كيديروا برومو. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا اخوتي هنايا راني طلعت للطياره، ما عرفتش جلست في واحد البلاصه انا الاخرانيه، ما عرفتش علاش سبحان الله جلست هنايا اخر بلاصه جلست فيها. المهم زوينه البلاصه اللي جلست فيها ترونكيل. المهم هنايا كما كتشوفوا صافي كيتسناو حتى غادي ينزلوا، كيتسناو. نتوما صورت لكم حتى الطياره والاجواء، يا لالا ويا لالا. ايه واش نقول لكم، المهم نتوما خوتي بقاو معايا. الحمد لله خوتي هنا وصلنا على خير وبخير، كناخدو دابا لي فاليز ديالنا،
شادي نقول لكم، بغيت نقول لكم واحد النقطه هنا يا اخوتي، هرسوا لي لي فاليز كاملين، هذه الثانيه من مره هما كيهرسوا لي لي فاليز، دعيتهم الله سبحانه وتعالى، الله يخطفهم الحق، الله يخطفهم اخوتي الحق، الله يخطفهم الحق، لحقاش بزاف زادوا فيه والله الا زادوا فيه، ما كيحتارموش، ما كيحشموش، كيقولوا للناس راه مساكن نحترم حوايجهم غير بشويه والو. المهم ماشي مشكل، كلشي كيفوت. المهم هنايا كنتسنى مرت خالي غادي تجي تديني من المطار، خرجنا على برا كنتسناوها. ايوا صافي واحد الطنطينه ديال الشمس اخوتي، واحد الطنطينه ما نقدرش نوصف لكم الجو كي داير في المغرب، سخون بزاف. الحمد لله وصلنا على خير وبخير، هذاك هو الفضل وراس البال. سبحان الله اخوتي، ملي كتوصلوا لبلادكم كتحسوا بواحد الاحساس غزاله مثيل له، الراحه النفسيه والله مش غادي نقول لكم، واخا نقدر نوصف نبقى نعبر لكم على الشعور ديالي والاحساس ديالي، ما نقدرش نوصف لكم داكشي اللي كنحس به ملي كنوصل لبلادي الحبيبه. ايوا الحمد لله، الله يهون على كل مغترب يا ربي، اللي ما عندوش الوراق يا ربي تسهل عليه هذا النهار هذا يا ربي، وهذا العواشر هذا وهذا الشهر هذا يا ربي. حنا وصلنا اخوتي، هيا ويصل جات، عرفتي سلبنا في الطريق ما عرفناش منين نخرجوا، خرجنا جوج مرات شو على اجواء ديال المغرب. يا سلام يا سلام، هيا ويصل اي اسلام، البيض فيه لاكر والله لا البيض فيه لاكر ورا لاكر بنين لاكر فيه بنين. شو شوفوا على عاتي الحراره شحال اليوم الحراره؟ شكون عارف 45؟ لا لا ما تكونش 40، تكون شي 36 36 36 شحال على جوار واعر. بس راه اول مره تجي المطار تبارك الله، الا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله. والله الا كوغاج جات مسكينه على ودي، ما مولفاش كتجي المطار ديال كازا وما قالتش ليا لا سبحان الله، ما زعما ما خفتي طوال رجلك اختي ياك دير خير ما يطرابس صايمك. المهم حنا نمشيو للدار حتى نوصلوا ونصور معاكم. حنا الماكدون شوفوا عوض ناكلوا لداخل، عطيت الدراري كلاو غير في الطوموبيل لحقاش كانت الشمس. ايوا فخريا هيثم بقى كيبكي، كنا غادي مزروبين قلت لنا خوت غير اسلام حوايج اونبورتي وانا نمشي معاه، قلت له هادشي اونبورتي وغادي في الطريق دابا ان شاء الله نشد الطريق قنيطرة. صابون انا ما شفتش انا حتى شي واحد شي حاجة، علاش ما شفتش لنا ريح دور؟ ما شفتش لنا الريحة ديال تما؟ ما شفتش لنا قهوة صابونة؟ ما شفتي والو؟ الصباط كبر منا؟ لا سروال واسع من تحت. لا جبت الرباط، ناس الرباط فينكم؟ فينكم الناس الرباط؟ باب الحد ما كاين حد. هو النفق، النفق الجديد بشوية عليك اختي حبيبة، عرفت عليك انا. سلام 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 سلام. شعرية باش غديتي؟ شعرية لوبيا باش عشيتي؟ شعرية والله الا باب الحد ما كاين حد. شوفي واحد الباتيسري واعر شي في الرباط، هذاك اللي فيه فيه العصير و ستي من تما، فيه العصير والقهوي وخطير في ما جينا وسما ولا حبسنا واش باتيسري ما والله الا الدنيا عامره. بابا تقولي اختي كاع ما كاين العيد، خاصك تشوفي نهار العيد في العشية، خاصك تشوفي نهار العيد في العشية، سيري شوفي البحر مول فرختي الدنيا كتكون خايبة، سيري شوفي نهار العيد في العشية طريق البحر كي داير الناس خرجوا، قلت أنا باقي ما كملتش القاية والناس خير. عندك 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 هذا مالكي عندك هذا وأنا شفتو وصافي وسكتين أنا سكتة وسكتلك الحس وسكتين تهضري دابا تنسجل البلوك واش تليفوني شكون قال لك؟ شكون اللي قال؟ شو الجريده شو الجريده؟ بعد فراق شو الجريده الدراري كيلعبوا؟ شوف الرباط شوف الرباط اسلام عندك التيران شدني عامره في الرباط تقول كاع ما كاين العيد باينه شواعر اسلام نقول لك التيران اسلام انا صغير البوليس بعدي مني انا من السياقه ممنوع ممنوعتي لي انتم اخوتي كتسوق وشدت التليفون حنايا بحالكم ما كتبقاوش القانون لا 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 ماشي على شي حاجه دابا شدك البوليس وبقى تقول الله يرحم لك الوالدين الله يسهل عليك الشاف الله يسهل عليك الشاف
الله ما درت والو. الشاب هز التليفون هذا الشاب راه وحط التليفون تقول لي من حوزه حط التليفون. او حسان ودي يسلم حسان يشوف المالك ويشوف داك الطارق ها عمرو مشى اختي حط التليفون حط التليفون ورا النفق وري هكا يسلم هاك شوف كبير اه تيران تلعبوا فيه الكويريه ديك ليه ان شاء الله مشيت الطوموبيل ولا يت مشيت لعب طوموبيل الله على الرباط سلام ماكدون والزا هكا تسكني سلام شعرية اش تغديتي اللوبيا سلا غزالة سلا شكو سلا الولجا لوليز لوكا هاي سلا باب الخميس يا سلام بطانة اللي هي مارينا ماكدو الفيديو. السلام عليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا باي باي.